أغرب أنواع الفوبيا التي عانى منها المشاهير. محمد عبد الوهاب عانى الموسيقار من فوبيا ركوب الطائرة، حيث كشف عن سره آنذاك خلال إحدى مقابلاته التلفزيونية، مضيفا أنها خطر محتم ومن الممكن أن ترسله إلى الموت خلال ثوان قليلة، وأكد أنه لا توجد قوة في الأرض تجبره على ركوبها. أحمد السقا على الرغم من جسده الضخم وشجاعته، إلا أن الحشرات تسبب له مصدر خوف ورعب، إذ يعاني أحمد من فوبيا الحشرات حتى أنه اضطر لرمي نفسه في الماء بعد أن هاجمته بعض الحشرات. حسين منصور كحال محمد عبد الوهاب، خشي حسين منصور ركوب الطائرة حتى أن تلك الفوبيا باتت تتحكم في أعماله الفنية، إذ يشترط في أي عمل فني يقدمه ألا يركب الطائرة. أحمد حجازي يخشى أحمد من الصراصير، حيث انتشر فيديو له صوره أحد أصدقائه ساخرا منه وهو يصرخ مرتعبا في زاوية غرفته بعد أن وجد صرصورا يجري على الحائط. محمد ممدوح هل سبق لك وتخيلت أن المانجا تحولت إلى شبح مخيف؟ فوبيا غريبة من نوعها يعاني منها محمد، حيث صرح أنه بمجرد وجود المانجا إلى جانبه يخاف ويرتعب، وأضاف أنه حاول مواجهة خوفه وفي كل مرة يفشل في ذلك. نيكول سابا أعلنت نيكول أنها تخشى الوقوف في أماكن مغلقة، خصوصا المصعد الكهربائي الذي يشكل لها فوبيا، حتى أنها تصعد ما يزيد عن 15 طابقا على قدميها خوفا من ركوبه. منى زكي كحال نيكول سابا، تعاني منى من الأماكن المغلقة ولا تتجرأ على دخولها إلا بوجود شخص تثق به إلى جانبها. سيرين عبد النور فوبيا الطعام. نعم، صرحت سيرين أنها وفي مرحلة من مراحل حياتها كانت تعاني من فوبيا تناول الطعام، والذي تشعر أثناء تناوله أنها تكاد تختنق لتعود وتأخذ شهيقا عند آخر نفس. منا شلبي ترتعب منا من رؤية الدماء، وقد كشفت والدتها ذلك السر بعد أن روت عن هروب منا في أول أيام عيد الأضحى خوفا من رؤية الدماء عند ذبح الأضاحي، حتى أنها كانت تدعي النوم ولا تخرج مع أصدقائها حتى لا يسخروا منها. ورد الخال بدأت فوبيا ورد منذ صغرها عندما اقتربت من أحد أنواع الزواحف ولمستها لتصرخ بطريقة هستيرية، ومنذ ذلك الحين تتحاشى الاقتراب أو النظر إلى كل أنواع الزواحف من ديدان وأفاع وسلاحف وغيرها. حسن الرداد يفضل حسن السير على الأرض الممدودة بالسجاد ويخاف من المشي على البلاط، حيث وبسبب حادثة وقوعه في صغره على البلاط والتي تسببت بثلاث غرز له في قدمه، شكل البلاط مصدر خوف له يحاول تجنبه قدر الإمكان. محمد صلاح يعاني من فوبيا الفئران، حيث وأثناء تواجده في أحد الغرف مع أحد زملائه اللاعبين اقتحم فأر صغير الغرفة ليصاب محمد بالهلع، ويقف عند زاوية السرير ويصرخ بهستيرية على صديقه من أجل إخراج الفأر من الغرفة، ولم ينزل محمد من مكانه إلا عندما تم إخراج الفأر وحبس في غرفة أخرى. نانسي عجرم تعاني من فوبيا البرغش والبعوض، حيث صرحت نانسي أنها تحاول الحصول دائما على أحدث التقنيات والطرق للتخلص من البرغش الذي يصيبها بحالة نفسية سيئة فور رؤيته. باسم ياخور بعد حلوله ضيفا في برنامج رامز مجنون رسمي، اعترف أنه يعاني من فوبيا المرتفعات بسبب حادث قديم سبب له عقدة من الأماكن العالية. أسيل عمران اعترفت أنها وفي كل مرة تضطر لسحب الدم تعاني معها الممرضة جدا حتى تستجيب لها، مضيفة أنها كأغلب الفتيات تخاف من غرز الإبرة في جلدها.
ماي عز الدين، كما هو حال منا شلبي، تخاف ماي من رؤية الدماء، حتى أنها في إحدى المرات وقعت ونزفت ركبتها، فراحت تصرخ بطريقة هستيرية عند رؤية الدماء. ميساء مغربي، بعد حادثة زواجها الأولى القاسية والتي عاشت فيها تعنيفا من قبل زوجها، اعترفت ميساء أن الزواج بات مؤخرا بالنسبة لها كالفوبيا، تخشى الاقتراب منه. ليلى مراد، كانت ليلى تخشى الأمراض وتعاني وسواسا قهريا بشأن حالتها الصحية، ففي كل مرة يدعوها أحد لتناول الطعام تتصل هاتفيا بطبيبها وتسأله عن أصناف الطعام المتواجدة وهل من الممكن أن تتناولها أم أنها ستؤثر سلبا على صحتها. أم كلثوم، كانت أم كلثوم شديدة الحرص على غسل الفواكه، حتى أنها كانت تغسلها بماء مغلية ومعقمة إلى جانب غسلها بالمنظفات، كما كانت تتجنب تناول أي فاكهة خارج بيتها. أوبرا وينفري، تكره أوبرا العلكة التي شكلت لها فوبيا، ذلك جاء بعد تصرفات حفيدتها والتي كانت دائما ما تمضغ العلكة وتلصقها في أثاث المنزل. نيكول كيدمان، على الرغم من رقتها إلا أن نيكول تخاف من الفراشات وتصاب بهستيريا بمجرد رؤيتها أو لمسها. شاهروخان، يخشى نجمنا هذا من ركوب الخيل إثر حادثة انزلاقه عنه في إحدى المرات، حتى شكل له ذلك فوبيا يحاول الابتعاد عنه قدر الإمكان. أرجون كابور، يخشى أرجون من مروحة السقف، حيث صرح أنه يفضل النوم في الجو الحار إذا لم يتوفر تكييف على أن يشغل مروحة السقف التي تشعره بالتوتر طيلة تواجده بالقرب منها. كاترينا كييف، تخاف كاترينا من الطماطم، بدأت عقدتها تلك بعد أن قدمت دورا تؤدي فيه حربا بالطماطم حتى كرهتها، وباتت لا تود الاقتراب منها، حتى أنها رفضت عروض شركات عالمية لدعاية معجون طماطم، كما ورفضت تقديم دور آخر يتضمن مشهدا فيه حرب الطماطم. وهكذا نجد أنهم كحال غيرهم من البشر يعاني كثير من المشاهير حول العالم من فوبيا تصل بهم حد الخوف والرعب، وعلى الرغم من كونها تصرف غير عقلاني واضطراب نفسي حقيقي، إلا أن بعض أنواع الفوبيا وصلت إلى مكان بات أشبه بالنكتة. في هذا الفيديو قدمنا لكم بعضا من أغرب أنواع الفوبيا التي عانى منها المشاهير العرب والأجانب. اكتبوا لنا في التعليقات، هل تعانون أنتم أيضا من الفوبيا وما هي؟